الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء متابعينا إلى فاضل حفلنا الكريم في كل مكان، نحييكم ونجدد بكم هذا اللقاء والتحية والترحيب مع هذه الانطلاقات المتميزة وهذا الحضور المشرف والكبير على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الذي يرحب بالجميع. نعم إنه مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين، على بركة من الله تعالى. إذن أعلنت انطلاقة وبداية موفقة، وشوطنا الرئيسي للقعدان الحقائق والمسافة هي 3 كيلومترات. بداية وإياكم نسير إلى البداية وإلى الانطلاق الأول لكي يرى انطلاقة أم صيحان على البداية بشعار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة نقلة المركز الثاني ولكي يرى بارود، مرحبا يا بارود بشعار ياسر بن هديان بن بادي العتيبي، بينما المستوى الثالث وتغيير حصل من قبل الزناتي وصل بشعار سهيل بن رملي بن محمد العامري، غير في هذه الأثناء وانطلق بانطلاقة الزناتي، بينما المستوى الثاني وصل الآن مربوش بشعار أحمد بن محمد بن رضا المدني على المستوى الثاني. وثالثا تابع وشاهد انطلاقة ارحب ومرحبا يرحب مرحبا بشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي القادم على المستوى الثالث، وابناء السلطنة يتقدمون على ثالث المراكز. نتابع وإياكم ونشاهد هذه المسيرة التي تتواصل بالكميات الكبيرة وتنطلق بالمشهد المرعب والمثير. تابع وشاهد هنا انطلاقة ووصول من قبل المبتكر مطلق بن علي بن عيد الخم علي العنزي على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصل الآن صفوق بشعار صويحي بن خيلان بن عايش الشمري على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء الحاضرة المنطلقة والمتواجدة في هذا النداء الذي يأتي بهؤلاء الأبطال. وين المسافة؟ وين اللوحة الإعلانية الأخيرة؟ الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا أبو سعد والمبتكر على البداية مطلق بن علي بن عيد العنزي على البداية وعلى الانطلاق الأول. نتابع وإياكم الزناتي على المستوى الثاني، وصل راعي المتحد الآن وراعي العارض يصل مكتشف الجزيرة أبو عبيد أو هنا أبو ذيب يتقدم على المستوى الثالث في هذا اللقاء الذي يأتي ويجمع لنا الشعارات القوية والأسماء المتميزة. الله 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 أبو سعد على البداية وعلى الانطلاق الأول يقدم لنا هذه النتيجة المتميزة، ويقدم لنا المبتكر المتحد وهنا الزناتي واللحظات الأخيرة الأمتار النهائية الأمتار الكبيرة. ما شاء الله عليه، ما شاء الله حواليه، انطلق بجنونه، انطلق بكبريائه، انطلق مع النواميس المتميزة في هذا المساء الذي يأتي بهذا الفن المتميز والجميل. دور على اللي ركضه يجيك فنان متناسق ندم مع كل خصة، عاري لحم في الركض يأتيك شنقان لاسيق للدحمول. هنا في هذه الانطلاقة الذي يأتي بهذا البطل المتميز والجميل هنا سهيل بن سالم بن رملي العامري يقدم لنا هذه الانطلاقة المتميزة والجميلة. ثانيا
حضر في هذه الأثناء وتواجد. شعار أحمد بن محمد برضا المدني مع مربوش، بينما المستوى الثالث حضر في هذه اللحظات وتواجد مطلق بن علي بن عيد الخمعلي العنزي، بينما المستوى الرابع كان التواجد والانطلاق. مشاهدينا الأعزاء، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني وإلى الزنات سهيل بن رملي بن محمد العامري. توقيت الزمني ولحظة وصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والأداء المتميز والجميل، 4:48 19 جزء من الثانية. السلام إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، يذهب هذا السلام ويعبر إلى خارج الحدود. مربوش ثانيا بشعار أحمد بن محمد برضا المدني، 4:50 96 جزء من الثانية. المبتكر ثالثا مطلق بن علي بن عيد الخمعلي العنزي، 4:52 98 جزء من الثانية.